ممكن اختصر كل حاجه واقول يسرى. ايه يا قلبي يسرى؟ احيه. والله العظيم ثلاثة انا في ورطه دلوقتي. انا اصحابي كلهم ناس هبله كده بيجوا يقعدوا معايا. انا النهارده عندي يسرى يا جماعه، يعني احنا في ليك لوك في يسرى، فانتوا فاهمين. انا عمري ما عملت ليك لوك قبل كده. فجأة اول ليك لوك هعمله. هتنبسطي قوي اوعدك يعني. خلاص اتفقنا. من الصبح مش وقاعد اعمل لك لوحدي قاعده. انا قاعده انا اول مره اكتب كروت. والله اول مره اكتب كروت. طب كويس، قول بقى، قول وانا معاك. ايه اوحش فيلم عملتيه في حياتك؟ ايه؟ لا كتير. لا والله. والله العظيم كتير. يعني في افلام كده اقول لي مش عايز اشوف. اللي هو ليه انا ليه عملت كده وبتاع. بس كنت هبله، كنت عيله صغيره لا اديني واحد. طب لما كبرت شويه وكان عندك؟ لا تصدق بقى، لما كبرت وابتديت بقى اركز. لا انا حتى اللي ما بينجحش مثلا في السينما انا ببقى حب اعمل الدور ده، ابقى حب اعمل. فتلاقي عايش مع كده في التلفزيون عادي وهيبقى يعني في افلام كده ايه. وبعدين في افلام تتعرض وقتها ما تنجحش، بعد سنه سنتين يقول لك هو الفيلم ده نزل. طب امتى نزل؟ طب ده حلو هذا ما خدناش بالنا منه ليه؟ ازاي ما خدناش بالنا؟ انت عارف ان انا شفت فيلم دانتيلا في حفله الساعه واحدة بتذكره 5 جنيه للطلبه مخفضه. كنت مزوغ من المدرسه والله العظيم. ما انت كنت عامله لنا مشكله انا واصحابي. خدي بالك والله. يا لهوي روحي انا يا حبيبي، حلم المراهقين كلهم. وانا سعيد اني بقول لك الاعتراف ده. وانا كمان سعيده يعني بالاعتراف جدا. لخبطتي لي مراهقتي. لا انا انت وميرفت امين تعبتيني يعني. دي كمان جمالها ما حصلش. انا مبسوطه اني معاك النهارده، مبسوطه اني بعمل الليك لوك دهوت وانا مش فاهمه ايه هو الليك لوك. وانا كمان هلكلك معاك كتير. اصلا هي بتقول لي اعمل ايه، قلت لها مش هقول لك اي حاجه، انت اقعدي بس. انا قلقت كده في الاول. غلس عليكي شويه. غلس براحتك. واللي مش هيعجبني مش هرد عليه. طب انت يا باشا اي انا ما عجبتنيش ما عجبتكيش قوميني حبيبي. انت لا انت عاجبني. مين ممثل اقوى، محمود عبد العزيز ولا احمد زكي؟ بس كل واحد ليه الجانر بتاعه وانا بحب الاثنين. بس احمد زكي كمان كان بيمثل بقفاه يعني. انا مره قلت له انت انا يعني انا هو امورس للكاميرا. يعني قفاه اللي باين بالظبط، مش وشه مش باين بيمثل. قلت له لا انت بتسرق مني الكاميرا. انت بتمثل لي بقفاك مش كده؟ فظيع. التشبع بتاعه للشخصيه اللي هو بيقوم بيها حاجه تخض. ما عشان كده جهازه العصبي تعب. ما هو كان دايما يقول انا جهازي العصبي تعبان من كتر ما كنت متعايش مع الشخصيه. بيرهق. ايوه. لا وانا فاكره ان كان في فيلم نزوه بيني وبينه ضرب. يا ساتر. ايوه عارف المشهد ده. بعد ضرب وهو تلاقيه تقيله طبعا. لا 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 انا ازرقيت. انا كل جسمي وظهري ده ازرق، لان كل ما يرميني فيه كرسي كده لازم يعني يزق. أيوة. اقع عليه. أيوة. دايما اجي في الحته الغلط واروح مضروب. بس ازرقيت، قعدت يوم مش عارفه اتحرك من السرير. في الاخر مسكت السكينه وجريت وراها. حضرتك لا كان من قلبي لاني. أيوة. كنت متغاظ. أيوة. ايه احلى صفه في الراجل؟ ان انا احس معاه بامان، احس ان انا مرتاحه. امان. اصل الامان ده يا جماعه خدوا بالكم مش امان كده، لا الامان. لا لا امان لا. نفسي يعني. لا لا نفسي بمليون في الميه كده. اكتر حاجه بتغيظك من خالد جوزك؟ اكتر حاجه بتغيظني منه ما الرجاله كلهم مستفزين. لا لما يعاندني، وبعدين هو عارف مفاتيحي فعارف امتى بتنرفز فيروح عامل لي كام حاجه. هو برج ايه؟ هو برج فيرجو. فيرجو يعني عذراء. هوبا عصام اخويا ومكتوب عليا في حياتي برج صعب. يا لهوي. انت كام؟ انا 6 هو 6 سبتمبر. عامه هم بس اقول لك حاجه لا لا. بس من جواهم طيبين وغلابه بجد. فل اطفال. لا من جواهم فل بجد بدون شك. مفيش حاجه انضف من كده ولا اجدع من كده وكل حاجه، لكن بمزاجي وقت ما انا عايز. اللعبه دي لذيذه قوي بقى. هقول لك لقب وتديه لحد. طيب مين اشكيه في المسرح؟ عبد الله غيث. يخرب بيت جمالك، حلوه قوي. اصل ده انت عثمان اشكي هو فعلا. عن تيل الفيديو. عن تيل الفيديو
كان حفيظ، كان حد حفيظ قوي قوي قوي. صح، دي المقصود بيه عن كلفت. صلاح استعداني كان واحد. برافو، ممتازة. انت مالكيش اخت اتجوزها؟ انا واحدة نية. مين اجمل في السينما المصرية؟ ايه ده؟ انت برج الحوت صح؟ اه. برج ده جامد على فكره جدا بجد، مش هزار والله العظيم جدا. شخصيات اقول لك حاجه، اسرع ناس تتصاحب على الناس، ولو زعلوا من الناس وادوا فرص كتير لا يمكن يرجعوا للناس. القلبة الموجة وحشة قوي، بس بعد كتير. أيوة. مش على طول. أيوة. على طول دي بس القفلة خلاص. بس لو قفلت خلاص ما بتزهقيش من كتر ما انت لذيذة؟ لا هقولك بمعنى ايه، اصل اللذاذة والابتسامة في وش الناس دي طاقة، فبتستنفذك طبعا في بعض المرات. يعني كتر ما انا لطيفة لطيفة ما بيجيش وقت تقولي انا مش ابعدوا عني. لا، من غير ما اقول بقى ابعدوا عني، انا اللي ببعد. ايوة انا اللي بعمل كده، يعني اخد لي اسبوع 10 ايام قد ما ياخد، مش هتلاقيني لحد لما استعيد الانرجي بتاعي اللي اقدر اديه. انما ما هقول ليه للناس، هم يعني ما طلبوش مني، انت فاهم قصدي؟ يعني ما لما اطلب منك اقول لك ده وضع تاني. سامعيني يا بنات؟ مش عارف العب معاك ايه ولا ايه. انا هقول لك فاكهه وتقولي لي بتفكري بمين من المشاهير. فاكهه. اوكي. مانجا. مانجا. مانجا دي لازم تبقى منجاية، يعني تبقى ست حلوة. هند رستم. يا لهوي، جيتي على قلبي على الجرح. حصل. طيب. حصل. أوكي. مانجا. اعتمد. مانجا. اناناس. شوفي حلو ازاي، بس من بره خشن ويخدع. عبد السلام النابولي. يا سلام، بص الناس اللي بتلعب صح، برافو عليك. حلو. كيوي. كيوي عشان ميزز كده شوية. أيوة. طب فكر معايا. عندي كتير بس مش عايزة اسمعك انت. حاسه رايح في حته، يعني ممثلة سمراء اللون، مش عارف ليه كده. سمراء اللون. سمراء يا حلم الطفولة. قول لبنى عبد العزيز مثلا. حلوة. حلوة قوي. حلو. البلح. البلح. في بلح اسمه بلح ليلى علوي. فانا هقول ليلى علوي. بجد؟ ايه بلح ليلى علوي ده؟ مسمين البلحة دي ليلى علوي. حلوة دي والله. موافق. مين بقى في حياتنا بروكلي؟ بروكلي اكله صعب بس مفيد. عايز تقول مين؟ عايز تقول مثلا افلام تبقى صعبه بس مفيده. ايوه. يوسف شاهين قال لك. عايز تقول كده مثلا يعني.